أهلا أصدقائي، حياكم في قناتي. اليوم راح نتكلم عن نبات السبايدر، وكهي هذه أقدم واحدة عندي. سبايدرة جميلة وكبيرة وحلوة وأكبر واحدة عندي، وعندي مجموعة بعد من السبايدرات راح أتكلم مع راح أوريكم. تعالوا شوفوا معاي. الحين هذه نشوف هني في واحدة بعد كبيرة، وفي ثنتين كبار هني، وفي بعد واحدة هني. ومجهزت لكم أنا كم واحدة، راح أصورهم الحين. نقعد وأصور لكم كل هذيلة وشنو سالفتهم وشنو المجموعة اللي عندي. تابعوني. أصدقائي، نبات العنكبوت يعتبر سبايدر تعتبر من النباتات السهلة. وشنو نقصد بالنباتات السهلة؟ نقصد أنها سهلة الرعاية والاهتمام. ليش؟ لأنها ما تحتاج سقي وايد، تقدر تعيش في جو البيت، نوفر لها إضاءة مو مباشرة، راح تكون جميلة جدا. وعلى كثر ما نخليها ناشفة قبل السقي، كثر ما تعطينا خلفات بيبيات. أنا وايد يسألون يقول شلون نباتاتك تطلع خلفات، شلون عنكبوتاتك يطلعون خلفات؟ بنشفان التربة قبل السقي. ما أسقي إلا لما أشوف إن النبتة ناشفة تماما، ناشفة تماما. ما أزعل إذا التربة، أزعل لما أزقيها وهي فيها ماي، راح أزعل. بس دام إن هي ناشفة، ليش أزعل أنطرها لما تنشف؟ يعني هل أنت راح تشرب ماي وأنت مو عطشان؟ لا، فتشرب ماي فوق ماي راح تطلع جبدك صح. فننطرها لين تنشف تربتها. إنزين، شلون نعرف إن نشفت تربتها؟ طبعا من الشكل، هي لشنها فيها ماي راح يطلع لون التربة بني لأن فيها ماي. إذا ناشفة راح يطلع لونها مولح بيج شيء. إنزين، من الوزن، ثقيلة. إحنا أنا مشربتها ماي، توها شاربة هي ماي بموعدها 2/1 بالشهر، توها شاربة يعني صار لها كم يوم، ففيها وزن. لين نوصل لغاية 29 بالشهر نتذكر الوزن مال واحد بالشهر، راح أقول أوه هذه وزنها كنا قلاص فاضي لهي المرحلة. ونقدر اللي سوينا فيها كذي وهي ناشفة، نقدر شيء يطيح التراب لأنه هو تراب خلاص صار ما في ماء، وهي تقريبا راح شوية تنزل مو وايد. هذه تقريبا هذه ما تنزل، مو من بس ممكن إن هي نلاحظ إن هي شوية نزلت، نروح نعرف إن هي نحط إصبعنا اللي يحبون يحطون إصبعهم هالكثر، ونشوف هني ما نشوف هني، ما نشوف هني فوق، نشوف هني بالطرف ناشف ولا لا. وأنا ما أحب هالطريقة لأنه ممكن أنا أحط إصبعي ليه هني وأشوفه ناشف ويطلع هني هذا رطب. فأنا أبيها تكون ناشفة تماما. هذه طريقتي. اللي يسألني طريقتك شلون إنه يصير عندك خلفات، أنا أنطرها تكون ناشفة تماما، موعدها واحد بالشهر وتكون ناشفة التربة، أشوف فيها كذي. يزيدون بزيادة بزيادة بزيادة. فهمنا الخلفات شلون يطلعون. الحين الخلفات شلون ناخذ منهم عشان نسوي لنا مجموعة من النبات. أنا الأمانة اللي وريتكم إياهم توا مساع أول فيديو الكبار من ضمنهم هذي، أنا شاريتهم كذي يعني حجمهم كذي. ونشوف حتى هما يعني يوم عطوني إياها بالحوض من داخل قاعدة أشوف فيها يعني مجموعتين، حتى فيهم فرق بينهم. هما باعين لي إياها كذي، هذا الجزء وهذا الجزء. فالحوض فيه مجموعتين. شريت تقريبا كم شهرين وايد اللي وريتكم اياها تمسح كلهم كبار بهذا الحجم وايد، وغير اللي قديمه اللي عندي اللي استانست منها وطلعت لي خلفات وكله، فهي اللي خلتني اخذ هذيله لانه عجبتني وسهله الرعايه والاهتمام وتتاقلم مع جو بيتي وبهذا الشكل الجميل. فقمت وشريت زياده وما عندي مانع اشتري زياده، بس هونت الحين لان قمت اخذ من البيبيات وراح اوريكم الحين. وفي انا فيديو مسويه فيديو بعد عن تجذير نبات العنكبوت للسبايدر. نشوفها اصدقائي. الحين هو هذا كهو، هذا كلهم جاهزين، بس ما راح اخذ هونت. راح يطلع فيها ساق لونه غير عن هذيل كهو،
نشوف شكله شلون الساق غير عن الأوراق. هذا الساق يمد طويل، وكل ما يمد طويل نشوف هني هذا قصير وهذا طويل، وفي بعد كم واحد قصار، بس هذا أطول واحد، كهو أطول واحد. زين كل ما يمد كل ما يحط بينه وبين بين فت يعني كهو يحطهم كذي وخرة. وانت هذا نطلع له واحد ثاني بعد نشوفه، يطلع الساق الطويل يطلع له مثل هالنقط، يطلع له مثل هالنقط هذيل، وهالنقط يطلعون البيبي مالها. والبيبي مالها لو بنشوف وهو صح انه ممسوك بهذا الساق، بس طرفه من الاخير في جذور، في جذور اصدقائي، في جذور. فانا شنو سويت؟ شفتوه؟ فانا شنو سويت؟ قصيت هذا الساق مال هذيك النبته اللي هذا، قصيته هذا كله وقسمت هذيلا البيبيات، فصار عندي اذا هذا فيه ثلاثه صار عندي ثلاث بيبيات، اذا هذا فيه خمسه صار عندي خمس بيبيات. قسمتهم وجهزت لهم احواض صغيره، ما لو كان تذكرون بالفيديو يمكن احط لكم لينك تحت بالديسكربشن صندوق الوصف، راح احط لكم لينك عليه. زين حطيتهم هذيلا بطول ماي صحة صغار، قصصتهم سويت لهم أحواض صغيرة حق البيبيات ملوتهم، وحطيتهم تحت الإضاءة وكل شيء. وهذا يمكن أسبوع كانت تمد الجذور، مدت الجذور، مدت الجذور، مدت كل ما شاء الله كل جلاس انترس جذور، انترس هذا، وصارت النبتة حلوة وجميلة مثل ما راح تشوفونها بالفيديو اللي راح احطه لكم بصندوق الوصف. شوفوا شلون صاروا كبروا، خلينا نشوف. هذه المرحله اللي لما يكونون صغار ونشيلهم من امهم بالطريقه اللي قلت لكم ونحطهم بماي كذي يصير. هذا تشربوا كولين اكثر من واحد، بس نشوف اصدقائي نشوف الجذور وتشوفونهم كم واحد مبينين صح ولا مو مبينين، بس انا اشوف هي راح تدمرني ماي. والماي اصدقائي ما اغير انا بعد، احس انه بعد تو الناس بعد يبيله بعد 10 ايام، بس نشوف الجذور ونشوفهم كم واحده من داخل. كل هذول بيبيات، بيبيات حطيتهم مع بعض هني ونشوفه كبروا، شوفوا كبروا. حاولت ابطلهم ما تبطل شربوكين هذيل، حتى لو بنقلهم حق تربه بحطهم بهذا الشكل لان ما لي خلق ابطل، ما ابي افتش الجذور. هذا واحد. زين خليكم معاي. لا وشنو الماي خلص تقريبا، شوفون الماي بالقاعه، وما عندي اماكن، حطيتهم مع السنسيبيريا جلد النمر. هذا التجدير بهذا التجدير، احنا بس نبي نشوف هذه، نبي نشوف السبايدره شلون جذرت، ولان هي ماخذه راحتها ويا الجلد، جلد النمر، فمتشربكين الجذور. طلعتهم اصدقائي، شوفوا شوفوا الجذور. هذا كان بيبي صغير سوى كل هذيل وطولوا، هذيلة صاروا طوال، الورق نفسه صار طويل كاهو، وهو كذي صار متروس جذور مستعد حق النقل الى التربة. يصير عندي حوض ثاني، فبس صار عندي وايد ما شاء الله. وهذا محتاجة ماي لانه خلص مايهم، توني طلعتها وراح اسقيها بعدين عقب التصوير، وقاعد اوريكم ان لما ننقلها شلون راح تنتشر، تكبر الجذور وتنتشر، وراح يطولون هذين الاوراق وتصير جميلة مستعدة انها تنتقل حق حوض. 10 ايام تبدي تمد الجذور، من تمد الجذور راح ترتفع هذين الاوراق، يعني خلال شهر ونص راح تصير عندنا نبته جاهزه، وكل ما نخليها تعطي راحتها وتاخذ راحتها وتزيد الجذور وتصير بشكل دائري تحت بالحوض، كل ما صارت هذيلا قويين نقدر ننقلها. ما نقول بسرعه بسرعه خلنا ننقل بسرعه، لا لا لا، خد تاخذ راحتها، خد تكبر، مو بس نشوف انه طلعت ورق وهذا وننقلها حق تربه ونصدمها بالتربه ويصير الحوض هالكبر وهي هالنص وبالنص، لا احنا هي شلون حوضها صغير وهذا هذا بس اترسها تراب وخلي لها افتشه من هني وافتشه من هني واحطها هي بمكانها، افتشه مني وافتشه مني احط فيه تربه
واشقيها وخلاص، ما له داعي حوضها الكبر وهي هنتف داخل، لا راح يصير ماي وايد وتربه وايد، راح تعفن وتخيس، واحنا نبي نكثر ما نبي نعفن. نشوف بعد، نقلتها حق تربه، هذه كانت بيبي. هذه الحين البيبي طعشان صارت عقب ما نقلتها حق تربه، كذي صارت. هذا الحوض من عندي والتربه من عندي، والبيبي كان بالماء مطلع جذور مطلع ورق كبير، حتى صايره ثقيله، نشوفها شلون طايحه، يبي لها ان تشد حيلها شويه وتصير بهذا الشكل. بس انا ما عندي مانع، ليش؟ لان حتى من هي شوف ليش انها طايحه طلعت جذور، بس ما عندي مانع بانا بهالشكل، لان هي اوريدي قاعده بالحوض على الرف. زين، هذا 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 مجاب الطوفة، فأنا أشوف هذا شكلها جميل وحلو ما عندي مانع. وهذه كانت بيبي والكبر صارت. نشوف بعد، هذه كانت بيبي ونقلتها حق حوض، لما طلعت الجذور كلها بهذا الشكل، وينها لما طلعت الجذور بهذا الشكل وصارت قوية وممتازة وكلها، كان أقوم أنقلها حق تربة، وصارت معاي بهذا الشكل جميله. الاوراق ما عندي مانع ان هم مميلين كذي، لان مثل ما قلت لكم هذا هو اللي متسندين عليه، يعني هذا داخل صوب الطوف، انا اشوف هذا ما عندي مانع بهذا الشكل. وشوفوا شنو صار معاي هذا البيبي، هذا البيبي حطوا بالكم شوفوا شنو صار. يعني النبته اللي عندي صارت يده. هذيل الأحفاد، إحنا ما نقدر نقول هذيل بيبي، هذيل الأحفاد، يعني هذا البيبي وهذا البيبي ماله. بعد هذه لو أنقلها، وهذا بعد مطلعة ما شاء الله جميلة وكل شيء، وهذا جاهز إنه يروح حق حوض، بس أنا ما أبي. هذا البيبي عقب ما جذرته وحطيته بالتربة شو يسوي لي كذي. وبعد شنو أوريكم؟ هذا حطيته بحوض، وهم هذا كان بيبي ونقلته حق تربة، وهذا الاثنين حطيتهم مع بعض وهذا الشكل. بس انه ما طلعت هذا كيف للحين تدرس بالجامعة. للحين ما هذا فأوكي بطور النمو، لكن ما طلعت هذا. يعني هم ما اقول لكم هم كلهم بنفس الفترة انا سويت لهم، ما اتذكر والله، لان انا جذرت وايد وهذي اللي انا صورتهم وهذا حطيت، فما اتذكر تواريخهم، بس مع الوقت قاعدين يعطون بهذا الشكل والنتيجه الحلوه وبهذا الجمال. ووريتكم سبايدر بلانات اصدقائي، شفنا مع بعض تجدير ورعايه واهتمام وسقي، وشلون ليش قلنا عنها سهله الرعايه والاهتمام. نبته العنكبوت سهله وجميله وما شاء الله تتعايش في جو البيت، اذا عندكم ضوء شمس لا يكون مباشر عليها، فراح تعيش وتصير افضل من كذي، لان تخيلوا ان هذا الشيء من اضاءة البيت، لو عندكم اضاءة شمس راح تكون اقوى واحلى من هذا الشكل. وشفنا البيبيات شلون يطلعون وليش وشلون ومتى يطلعون وشلون نجذرهم وشلون يصيرون نبتات حلوة. اتمنى لكم متابعة وممتعة ويوم سعيد، باي.